بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي السفره، معاكم على الهواء ان شاء الله من 4 ل 5. مستنيه كل تليفوناتكم على 236 الاس ام اس على 92173 والخط الارضي على 0900936 والخط الدولي هينزل معاكم على الشاشه. طيب النهارده عندنا برضو منيو كامل، احنا خلاص من اول ما رجعنا من الاجازه بنعمل لكم منيوهات كامله متكامله على بعضها تتحط على الترابيزه زي ما هي. مره بنحط سلطه، مره بنحط شوربه، مره بنحط حاجه حلوه، مره بنحط عصير وهكذا، بحيث برضو دايما يكون في تنوع تقدروا تشيلوا وتحطوا من المنيوهات اليوميه او تجمعوها لو عندكم عزومه كبيره. النهارده هنعمل ورقه اللحمه وهنعمل تشيكن سيزر سالاد، ومنها هنعمل الفراخ المشويه ونشوف تتبيلتها هتكون معموله ازاي، وهنعمل ارنبيط بالكريمه والجبنه رائع. احنا في موسم الارنبيط دلوقتي، وانا كنت قايله لكم انه هنحاول نعمله بطرق كتير ونقول لكم التريكات اللي ما تخليش فيه ريحه وطعم الارنبيط اللي احنا متعودين عليه وما بنحبوش. اول حاجه هنعملها هتكون ورقه اللحمه. انا عندي هنا فيليه، ده سكالوب كندوز، هاتوا اي قطعيه لحمه انتوا عايزينها. ورقه اللحمه بتتحمل اي قطعيه اللي يعجبكم. هنحط معاها تتبيله هتكون ملح وفلفل، قرفه وجوز الطيب، وسبع بهارات او بهارات اللحمه. وبعدين عندي فلفل الوان بتقطع، واللي بيحب الحامي يحط حامي. عندي بصل وثوم وبطاطس وجزر وبقدونس وزعتر وروز ماري، وممكن مع البقدونس شبت وكزبره او حاجه منهم. اول حاجه اعملها احط البوله هنا واجيب جلوفز عشان عايزه اتبل بايدي كده، وهجيب معلقه زيت واحده. ليه بقى؟ علشان اللحمه عندي هنا ما فيهاش ده فتستحمل تاخد معلقه زيت، وعلشان الزيت يساعد ان التتبيله تغلف اللحمه مظبوط. اوكي بسم الله. الموضوع بقى بمنتهى البساطه، كل المقادير على بعضها. معلقه زيت ذره، زعتر، روزماري، ثوم مفروم او صحيح ومتقطع شرايح، جوزة الطيب، سبع بهارات، قرفة، فلفل اسود، ملح. اقلب ده الاول كله مع بعضه كويس. وبعدين اخد من التتبيلة احط على اللحمة. يا بسمة. الو بسمة، ازيك؟ ازيك يا استاذة اميرة؟ اهلا وسهلا. اهلا بيكي. يعني مش عارفة اشكر حضرتك ازاي ولا على ايه ولا ايه والله. لا شكر على واجب يا حبيبتي، ده شغلي، كتر خيرك. ربنا يخليكي. عندي بس ثلاث اسئلة وبسط جدا. اتفضلي. اول حاجة يعني عايزة اعرف طريقة الدنت او سوري يعني البودنج. بودنج الشوكولات. حاضر عيني. لا بس بالكراميل مش بالشوكولاته. حاضر عيني. دي اول حاجه. تاني حاجه كنت كلمت حضرتك قبل كده وطلبت برضو طريقه اللي هي الماكرون. الماكرون انا مش ناسياه، بس برضو هعمله ان شاء الله في حلقه من المسجله بتاعه الخميس علشان اديله فرصته، بس مش ناسياه عيني، هو والمشبك. حاضر. حاجه اخيره بقى، يعني انا لما اجي اعمل وصفات البسكوت او الكيكه او وات ايفر يعني ببقاش عارفه يعني امتى استبدل الزيت، لو ما عنديش مثلا زبده او ايه مثلا احط سمنه. هقول لك القاعده العامه بتاعت الموضوع ده. حاضر عيني. تمام عيني. تسلميلي يا بسمه، نورتيني يا حبيبتي، نورتيني. رضوى انت كتبتي الاسئله عشان ايدي مش نظيفه حبيبتي. حطيت من التتبيلة على اللحمة وتأكدت ان كل قطعة فيليه أخذت التتبيلة بتاعتها، وبقية التتبيلة حطيت عليها الخضار هنا اللي هو الجزر والبصل والفلفل الألوان والبقدونس. يا ليلى الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب يخليكي. سنة سعيدة عليكي وعلى أسرتك كلها. علينا وعليكوا وعلى الناس أجمعين يا رب. أميرة عاوزة أسألك من فضلك على مربة الجزر الأحمر والأصفر. والله لو عاوزة أعملها الأساس بتاعها، ولو عاوزة أديها منكهات يعني أعملها إزاي؟ يعني عيني. اللي هي البيز الأساس اللي هو اللي يبقى فيهوش أي. حاضر فاهمة قصد حضرتك.
عيني عيني حاضر عيني حاضر شكرا جزيلا. طب يا ريس في حد بيكتب الأسئلة؟ أهو بصوا حطيت شكرا جزيلا، حطيت باقي التتبيلة عليه باقي الخضار كله وتبلت اللحمة كويس جدا، هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب طاجن، صينية، طبق بايركس اللي موجود عندكم اهو. دقيقة واحدة بس عشان انا مش هعرف اشتغل كده، معلش دقيقة واحدة ناخد بس دول كده، وهقوم جايبة ورق زبدة وفويل، هحط الفويل الأول وعليه ورق الزبدة أهو، يعني هبطن هنا بفويل عكس عكاس كده عشان الفويل صغير كنز مش عريض، وهقوم حاطة جواه ورقة الزبدة اللي تمنع تفاعل الفويل مع الأكل أهو، برضو ورقتين علشان مش عريضة قوي كويس. وبعدين هقوم جايبة منزلة كل الخضار اللي احنا تبلناه بالملح والفلفل، زعتر وروز ماري، قرفة وجوزة الطيب، سبع بهارات، ينفع تحطوا مستكة، ينفع تحطوا حبهان، ينفع تحطوا لورا، كل ده هيمشي معاها. افرد وبعدين اقوم منزله شرايح اللحمه، بس لا هلبس جلافز تاني عشان عايزه ارصها، وهقفل بورقه زبده تانيه والفويل، واقوم مدخلاه على الفرن وسايباه. زمان كان بيتعمل ده في ولحد دلوقتي في الاحياء الشعبيه بتاعتنا الجميله بيعملوه في الافران البلدي، وطبعا بيطلع طعمه مختلف تماما. وطبعا في القرى عندنا الافران الجميله اللي هي بالطين دي، وبيطلع برضو طعمها جميل جدا جدا. بعد ما اعمل كده اهو رصيت، هقوم مدخله الكلام ده الفرن بعد ما اقفل كويس قوي، اوريكم بس القفله قبل ما تطلع. ادي ورقه كمان واحكم القفله بتاعه الورق كده، واحكم عليها بعد كده الفويل وادخل الفرن، واسيبها لحد ما تستوي تماما، ونشوفها بقى في اخر الحلقه هيبقى اخبارها ايه. هندخلها الفرن ونطلع فاصل ونرجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. خلاص ورقه اللحمه في الفرن، عملنا ايه؟ جبنا بوله كبيره حطينا فيها معلقه زيت، حطينا ملح وفلفل، روزماري وزعتر فريش مفرومين ناعم، قرفة، جوزة الطيب، سبع بهارات، وبعدين نزلنا عليها أو خدنا من التتبيلة حطينا على اللحمة وتبلناها كويس جدا، وبعدين نزلنا الخضار جوه التتبيلة. الخضار اللي احنا استخدمناه كان فلفل ألوان، جزر، بصل، وبطاطس. تقدروا تحطوا أي خضار انتوا حابينه أو بتحبوه، وقلبنا كويس جدا. جبنا الطبق البايركس أو الصينية اللي هتخش الفرن، حطينا فويل وبطلنا الفويل ده بورق الزبدة، حطينا الخضار ورصينا عليه اللحمة، قفلنا بعد كده ورق الزبدة، وبعدين قفلنا الفويل ودخلناه الفرن. طيب دلوقتي هنعمل مع بعض القرنبيط، وتعالوا بقى نتكلم الأول على تركة القرنبيط اللي تخلي القرنبيط ملوش طعم ولا ريحة ولا نفخة في البطن، اللي هم كلهم احنا ما بنحبهمش وبنهرب منهم. اول حاجة بنجيب القرنبيط ونقطعه صغير، ويفضل اصلا القرنبيطة اللي نجيبها تكون صغيرة، يعني لو انا عايزة كمية اجيب 3 4 صغيرين، ما اجيبش الكبار. الكبير بيبقى شايخ وبيبقى الطعم فيه والريحة فيه حادة اكتر، فدايما نجيب الصغير ونقطع الزهرات الصغيرة دي. وبعدين الجدر بتاع القرنبيط بنقطعه ونستخدمه في الشوربة، يعني ما بنرميهوش. نرجع بقى للزهرات، هنغسلها ونجيب مية بتغلي على النار، المية دي هيكون فيها ملح وهيكون فيها كمون حب، الكمون
يشد الغازات او يمتص، هي دي، شكرا جزيلا والله، يمتص كل الغازات اللي جوه القرنبيط بحيث ان هو ما يعمليش بعد كده نفخه في البطن ومش هيديله طعم خالص. الريحه اللي بيسببها القرنبيط او الكرنب وهما بيتسلقوا في البيت، بجيب لقمه عيش واحطها على الميه تغلي مع الميه بتاعه القرنبيط، مش هيطلع الريحه الغير مستحبه دي. بعد كده بصفيه وبكون سلقته في الحاله دي نص سلقه علشان لسه هكمل سواه، اوكي؟ هتدعوا لي بعد كده لا هيبقى فيه طعم ولا ريحه ولا نفخه في البطن. اللي غير مستحبين يعني مش الطعم والريحه عامه، قصدي اللي هم غير مستحبين. يعني ناخد ابتسام وبعدين نقول المقادير. حاضر يا ابتسام. اميره اهلا، عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله حبيبتي، وانتي طيبه وبالصحه والسلامه. ربنا يخليكي. انا نسيت السؤال اصلا. انا معاكي يعني كسبنا سماع صوتك. اتفضلي. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، شكرا لمعلوماتك الجميله دي. عايزه اسالك بس على ورقه اللحمه اللي انت لسه عاملاها. انا عندي ستيك، ينفع اعمل؟ ينفع جدا، ينفع اي قطعيه لحمه بالعظم من غير عظم تنفع. اوكي طيب. تاني حاجه، بالنسبه للكيس الحراري بتاع الفرن، انا ممكن استخدمه في الحاله طبعا دي؟ طبعا احط فيه الحاجه يعني طبعا ويبقى ممتاز، واحطه في الفرن وهتحطي ميه سخنه تحته وتخرميه تخرمتين من فوق عشان ما ينفجرش في الفرن. ايوه بالظبط. ممتاز، وحطي طبعا ممتاز. شكرا يا حبيبتي. تسلمي لي حبيبتي، نورتيني يا ابتسام. طبعا موضوع الكيس الحراري ده انا دايما بستخدمه لانه بيوفر معايا انا كمان بالذات في الوقت جامد جدا، لانه زي ما قلنا مليون مره زي الحله البريستو بيكتم الحراره فبيسرع بيقلل مده السوى نص وبيخلي الحاجه طريه جدا لانه بيحتفظ بكل البخار جوه. لكن انا المره دي قلت اعملها بالطريقه التقليديه، لا شوحتها ولا حطيتها في الكيس الحراري عشان ابقى ماشيه بالتقليدي مش كل مره احط التاتش بتاعي. يعني مين معانا يا ريس؟ يا نهى. مساء الخير. مساء الفل، اهلا وسهلا. مش عارفه اقول لك ايه على جمالك ورقتك. ربنا يخليك، تسلمي لي يا رب. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي حبيبتي. ربنا يبارك فيك، كتر خيرك، ما شاء الله عليك. تسلمي اموري. باذنك قبل كده حضرتك قلتي تسويه سريعه للحمه. انت بعد اذنك تعديها؟ لحمه اللي هي اللي مسلوقه. لا، اللحمه في الفرن او مسلوقه، اللي هي وحضرتك قلتي بدل ما ناخد مثلا وقت طويل تبقى وقته قليل. حاضر عيني، حاضر. طيب بالنسبة لتسوية اللحمة احنا قلنا قبل كده تركتين، التركة الاولانية لسه قايلينها اللي هي بتاعة الفرن اللي هي الكيس الحراري، بجيب الكيس الحراري واقفله كويس جدا، احط جواه اي حاجة انا عايزاها، طيور، فراخ، لحمة، اللي تحبوه تبله كويس جدا وحطوه جوه الكيس الحراري، حطوا معاه الخضروات اللي انتوا حابينها. بعدين بجيب الصينية اللي هحط فيها الكيس ده وبحط فيها مية سخنة، بخرم الكيس تخرمتين ودخله الفرن. الكيس الحراري بيقلل مدة السوى، بيحافظ على طراوة اللحوم جوه وبيدي لون بتاع الفرن والشواية، فمش محتاجة ان انا افتح الكيس. بالنسبة لتسوية اللحمة على النار، يعني لو انا بسلقها، في اكتر من تركة. التركة الاولى هي معلقة السكر، بتفرق جامد جدا في تسوية اللحمة، يعني بتسرع تسوية اللحمة بطريقة غير طبيعية. لو اللحمة كبيرة قوي أو عجوزة قوي بطفي، يعني خلاص اديتها مثلا غلوتين ثلاثة وسخنت وغليت وحطيت بطفي، وبعدين أحط معلقة السكر وأسيبها نص ساعة مطفي عليها وبعدين أرجع أشغل تاني، هتلاحظوا فرق رهيب في مدة السوى. طيب نقول بقى المقادير. عندي قرنبيط مسلوق بالمية والملح والكمون الحب. طب اخد بس المقادير يا ريس. توم مفروم، كريمة، جبنة تشادر، دقيق، كزبرة خضرة. اوكي؟ بعدين هحط هنا معلقة زيت، زيتون او ذرة، ممكن زبدة وممكن سمنة. وهنزل القرنبيط. مين معانا؟ منى ولا مين؟ يا نرمين. يا اميره اهلا اهلا. يا مساء الفل، مساء الجمال والياسمين والسياكه والحلاوه والاناقه، عينيكي اللي حلوه. مساء الفل، ما شاء الله ما شاء الله. هو اللي بياخد اجازه بيحلو كده يا اميره؟ لا ربنا يخليكي يا رب، ده انتوا عينيكوا اللي حلوه بس فبتشوفوني حلوه مش اكتر من كده يا اميره. يعني نفسكوا حلوه يعني. يا رب يخليكوا يا رب.
والله انت جميله جدا يا اميره. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي. امور يا نرمين. ربنا يخليكي يا اميره، انا بسلم عليكي عشان ما كلمتكيش امبارح. نورتيني وشرفتيني، كان تحفه. ده ربنا يخليكي يا نرمين، تسلمي لي يا حبيبتي، نورتيني. اشكرك. بسلم على رضوى يا اميره. وصل، هي قاعده في الكنترول وسامعاكي. عملنا ايه؟ سخنا الووك كويس جدا عشان ناخد اللون ده. تاني تركه في تسويه القرنبيط من غير ريحه وطعم غير مرغوب فيهم، اني اديله تشويحه بالمنظر ده. حطيت زيت، الووك سخنه مولعه، حطيت ملح وفلفل. انا دلوقتي وانا واقفه في حد من المصورين شامم ريحه قرنبيط. مفيش ريحه قرنبيط في الدنيا هنا خالص، مفيش، صح؟ ايه؟ ماشي اوكي، ثم مفروم. لا حول الله يا رب، لا حول ولا قوه الا بالله. كزبره خضراء نقلب. يبقى حطينا يا جماعه معلقه زيت او سمنه او زبده، قرنبيط، ملح وفلفل، بعدين حطينا ثوم مفروم، كزبره خضراء. ينفع يا اميره بقدونس؟ اه ينفع. وبعدين هقوم جايبه ده، بسم الله الرحمن الرحيم، حطاه في الطبق بتاع الفرن اللي هيخش الفرن. هرجع الووك هنا زي ما هي، وبعدين هقوم جايبه دقيق، حط عليه لبن في درجه حراره الغرفه، واقلب لحد ما يبقى ما عنديش اي كلاكيع خالص. ينفع مثلا احط معلقه زيت واحط الدقيق يتشوح معاها، او السمنه او الزبده؟ اه ينفع، يعني ينفع، مش ما ينفعش، بس انا بشوف ان الطريقه دي اسهل كتير بالنسبه للبنات اللي لسه بيبداوا، لان التشويحه بتبقى عايزه شويه يعني حذر علشان ما تكلكعش. دي بقى ما فيهاش حذر، طالما فكيت الكلاكيع بره خلاص الموضوع منتهي. واخد ويسك واجي هنا انزل اللبن والدقيق، بسم الله، واقلب، وانزل ببقيه اللبن هنا. ممتاز، افك كل الكلام ده واخد بقيه الطعم بتاع القرنبيط كله هنا اهو، عيني. وادي الكريمه يا جماعه اهو، كويس، ممتاز. وادي الجبنه، بس كده. هقلب لحد ما تطلعوا فاصل وترجعوا، عايزه القوام يبقى متوسط كده. اطلعوا فاصل وارجعوا لنا، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. ما عملتش حاجه خالص في الفاصل غير اني قعدت اقلب في الصوص لحد ما تقل تقل متوسط، لاني لسه هدخله الفرن. فلو حطيته هنا تقيل قوي ورجعت حطيته في الفرن هيحطب ويبتدي يشقق ويديني نتيجة أنا مش عايزاها خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، آدي الصوص هنا. القرنبيط اللي تحت ده ينفع يتاكل زي ما هو كده من غير الصوص ده كمان، بس عشان إيه اللي حابب ياكله كده ينفع جدا. ممكن أول يوم ناكله من غير الصوص ونيجي تاني يوم نحط على البواقي الصوص والجبنة وندخله الفرن، فيبقى اكنه لسه معمول حالا. اللي يريحكم اعملوه اهو. ادي الجبنه وادي الكزبره الخضراء، وعلى الفرن. ينفع برضو يتاكل من غير ما يخش الفرن خالص، لان الصوص مستوي والقرنبيط مستوي، فممكن ما تدخلوش الفرن وتحطوه على الترابيزه كده على طول. بس انا هديله وش يعني بسيط كده، يعني خمس دقايق وهطلعه يعني مش اكتر. اوكي، طيب تعالوا بقى نشوف ال تشيكن سيزر سالاد هنعملها ازاي. وانا قلت بقى المره دي هنعمل مع بعض التوست وهنعمل مع بعض الشوي الفراخ علشان نبقى مشينا بكل التفاصيل وشفنا كل الحاجات. ف للسلطه عندي كابوتشا، عندي عيش توست، عندي زيت زيتون، عندي زيتون مخلي اسود صحيح، وطماطم تشاري، مايونيز وزبادي، انشوجه، جبنه بارميجان، ثوم مفروم، ملح وفلفل،
وتوم بودرة وزعتر. أنا استبدلت كمان التوم البودرة بتوم فريش. نمشي خطوة خطوة عشان ما نتلخبطش. أول خطوة هنعملها هي خطوة العيش. أجيب سكينة وأجيب كاتنج بورد واخد هنا العيش. الأطراف اللي أنا هشيلها دي هحطها مع العيش تتحمص جوه، وبعد كده بستخدمها يا إما كبقسماط صحيحة كده كبقسماط، يا إما بحطها في الكبة أفرمها وتبقى بقسماط ناعم اللي هو بتاع البانيه. ففي كل الحالات بتستخدم. وآخد العيش هنا أقطعه مكعبات وأرصه هنا. كويس كويس قوي. العيش ده اكتر حاجه بناكلها في السلطه وبنبقى مش عارفين بتتعمل ازاي. اجيب من فوق كده رشه من الملح، رشه من الزعتر، وبعدين اقوم حاطه رشه من الزيت. وممكن احط رشه من الثوم او رشه من الثوم البودره اذا حبيته، يعني اذا انتوا عايزين طعمه يكون بالثوم. انا كده حطيت القرنبيط كام دقيقه مش عايزه اكتر منهم، هطلعه وادخل مكانه العيش. يا مدام ناديه اهلا اهلا. قمر ازيك يا مدام ناديه؟ دي عينيكي اللي حلوه يا مدام ناديه. انت اللي عسل يا امير، ربنا يديك الصحه يا رب. كل حاجه كتر خيرك وكل حاجه كتر خيرك يا مدام ناديه، ربنا يبارك لك يا رب. اخبار حضرتك ايه؟ ما اقدرش تكوني واقفه مباشر كده وما توصلش معاكي ابدا. ده من حسن حظي. تسلمي يا حبيبي، ده حسن حظي انا. تسلمي لي يا رب. ربنا يخليك يا مدام ناديه، ده شرف كبير ليا. الله يخليك يا رب. تسلمي وتقديري والعظمه كلها للمخرجين اللي عندكم. الله يخليكي. وصل اعداد ورضوى وحشتني ورهومه وحشتني كله. سامعين حضرتك وبيسلموا عليكي، كتر خيرك يا مدام ناديه. انا بتصل طبعا عشان اقول لك على الفراخ اللي قلتي لي عليها امبارح دي. تسلم ايديك وبقك. الف هنا الف هنا الف هنا يا مدام ناديه، الف هنا. كتر خيرك يا مدام ناديه، وبشكر حضرتك جدا على الاتصال. طلعنا القرنبيط، دخلنا التوست، وعندنا هنا صدر من الفراخ عشان نتبلها للشوي. ملح، فلفل اسود، زعتر فريش، عصره ليمون، فص ثوم، نقطة مسترد. دي تتبيلة فراخ ممتازة لأي فراخ بعملها، بشويها صحيحة بالعظم زي ما انتوا عايزين. يعني دي أحلى أحلى وأسهل تتبيلة. نقولها تاني: ملح وفلفل، ثوم، زعتر، مسترد، عصير ليمون. أهي أول صنف فراخ بعلمه في الكورسات بتاعت الطبيخ، لانه فعلا ممتاز اهو. وبعدين اقوم واخده، حطيت انا نقطه زيت على الجريل اللي مسخناها نار، واقوم واخده صدر الفرخه. بسم الله الرحمن الرحيم، حطاه هنا. يبقى كده عملنا خطوتين. اول خطوه كانت العيش التوست، تاني خطوة كانت تتبيل الفراخ، تالت خطوة شوي الفراخ. نيجي بقى على الخطوة الأخيرة اللي هي إيه؟ اللي هي الدريسنج بتاع السلطة. دريسنج السيزر سالد أصلاً في أنشوجة وفي بيض ني. أنا بشيل البيض الني يعني على قد ما أقدر، يعني على قد ما أقدر. في حاجات ما بعرفش بقى أشيلها، لكن على قد ما بقدر بشيله. فأنا في الوصفة دي شايلاه. هحط إيه؟ هحط نص معلقة مستردة،
عصرة ليمونة، وحدتين أنشوجة، معلقتين كبار مايونيز، معلقة كبيرة زبادي، ثوم مفروم، ملح، فلفل اسود. هقفل واشغل وكده هيبقى ناقص لي احط زيت الزيتون والبارميجان يا مدام يسر. اهلا وسهلا. ازيك يا روحي؟ ازيك يا مدام يسر؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحلاوه عماله تزيد. الله يخليكي، عينيكوا اللي حلوه بتشوفوني حلوه بس على الفاضي. وبعدين الله يخليكي، الغياب وحشينا قوي. يظهر كده. الله يخليكي يا مدام يسر. امور يا مدام يسر. انا خايفه عليكي من الحسد. لا 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 لا، ده انتوا عينيكوا بارده وجميله. الله يخليكي. الله يخليكي يا مدام يسر. الله يخليكي، نورتيني. اتفضلي. ما تنسينيش في حلقه الصوصات. لا 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 لا، كله مكتوب اهو. هاتوا المدام يسر الكيو كارد عشان الناس تعرف ان احنا ما بننساش حاجه اهو. الصوصات مكتوبه يا مدام يسر، وبنفكر ان شاء الله ان احنا نعملها عملي اهي اهي اهي. صوصات تلاقيش يا مدام يسر. كله متأيد، كله. ده خط بقى رضوى بعيد عنك. بعيد عنك، معلش. كويس انها على جت على قد كده، دي ساعات بتيجي يعني حاجات اصعب. شويه بارميجان هنا يا جماعه، نقطه زيت زيتون، يعني نقول معلقه كبيره كده، وهنضرب تاني. يلا ضربه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. الدريسنج كده جهز. العيش خلص، عايزين نرفعه. الفرن سخن قوي. اوكي طيب، انا بس عايزه انضف هنا عشان اعرف هشتغل، وعايزه انقل القرنبيط. يلا يا ريت، عشان انا عايزه انضف هنا واروق الدنيا. هنطلع فاصل ننضف الدنيا هنا ونرجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. ما عملناش حاجه من غيركم خالص. طلعنا ورقه اللحمه، فتحنا الورق بتاع الزبده والفويل، وطلعنا القرنبيط. كنا مع بعض حتى قبل ما نخرج للفاصل. ورقه اللحمه طبعا اديتها رشه من البقدونس ورشه من الكزبره فريش على الوش عشان يبقى فيه حاجه فريش برضو مع الخضار المستوي. والقرنبيط نفس الكلام، اديته رشه كزبره برضو. وانتوا في الفاصل قطعت الكابوتشا او الخس وحطيته تحت في الطبق. عندنا هنا 2 صدر فراخ كانوا اصلا مشويين، لاني مش المفروض اقطع الفراخ اول ما تتشوي، المفروض ان انا اسيبها ترتاح شويه علشان ما تنزلش العصاره اللي فيها وتبقى ناشفه. فاحنا هنا كده قطعناها اهو، وهنبتدي ايه نرص كده اي رصه انتوا عايزينها بقى براحتكم خالص. ادي الفراخ، ينفع لحمه؟ ينفع. ينفع من غير لحوم خالص؟ ينفع. ينفع بشويه من الجمبري؟ يا ريت، ما فيش مشكله خالص. وبعدين هجيب الزيتون الاسود المخلي هنا، ما فيهوش بذر. وادي الطماطم التشاري، اللي ما عندوش طماطم تشاري يقدر يستخدم طبعا طماطم عادية ويقطعها مكعبات، لكن دي شكلها بيبقى حلو وطعمها بيبقى حلو لانها مسكرة اكتر من الطماطم بتاعتنا العادية. العيش، زيت زيتون وملح وفلفل وتوم بودرة وزعتر، ودخلناه الفرن حمصناه وطلعناه. الفراخ شويناها بملح وفلفل. لا لو عايزين توم بود يا ستي سيبيني اشتغل بقى.
الفراخ شويناها تبلناها بزيت زيتون، عصير ليمون، مستردة، ملح وفلفل وزعتر فريش وشويناها. اوكي، ايه تاني ناقص؟ ايه تاني ناقص؟ مش عايزه اخد من دي. جبنه بارميجان، وبعدين شويه من الدريسنج. دريسنج بالشوكه ازاي يعني؟ يعني هيحصل ازاي؟ بقيه الدريسنج على فكره انا حطيته في سوسياره وهحطه جنب السالد على الترابيزه للي حابب يزود. وانا ما بحبهاش بدريسنج كتير قوي، يعني انا لما ببقى في اي مكان واطلبها ويجي لي بدريسنج بقول لهم الدريسنج بره ما تحطوش على السلطه، علشان بيبوظ برضو يعني ما ببقاش حاسه بطعم الحاجه، ببقى باكل دريسنج مش احسن حاجه يعني. اوكي، هل احنا عندنا وقت نراجع ولا ما عندناش وقت نراجع؟ شفت بقى، انا كنت عامله حسابي ان انتوا هتعملوا فيا كده. طيب، المنيو النهارده كان ورقه اللحمه، القرنبيط اللي عملناه بالكريمه والجبنه، التشيكن سيزر سالاد او سلطه السيزر بالفراخ المشويه. دي كانت وصفاتنا النهارده، بتمنى انها تكون عجبتكم، تجربوها وتبعتوا لنا تقولوا لنا ايه الاخبار. وبفكركم ان احنا معاكم يومين من 4 ل 5 على الهواء، اعاده الساعه 10:30 بالليل، اعاده ثاني يوم الساعه 9 الصبح. اميره شنب، برنامج اميره في المطبخ بالعربي على الفيسبوك، cbcsفره.com، cbcsفره على اليوتيوب وعلى كل السوشيال ميديا. دايما استنونا بعد مباشره، غاده التالي على الهواء مباشره مش مسجل، استنوها. We'll be right back.